الحالة الصحية للفنان حسين أبو حجاج سببا في اعتزال الفن بشكل مؤقت. حسين أبو حجاج لن يعود للتمثيل بعد اعتزاله. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. الحالة الصحية للفنان حسين أبو حجاج سببا في اعتزال الفن بشكل مؤقت. أجرى الإعلامي محمد طه لقاء تلفزيونيا مع الفنان حسين حجاج، والذي قد صرح فيه باعتزاله عالم الفن بسبب الحالة الصحية للفنان، حيث أصيب بتعب في قدميه والتي قد أثرت عليه في الأوقات الأخيرة، مما جعلته يرفض عدة عروض تلفزيونية وأعمال سينمائية. ولكن ظهوره الأخير في مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي وكوكب من النجوم، كان ذلك بعد اتصال هاتفي أجرى معه الفنان أحمد مكي، حيث أبلغه الأخير بأن شخصية أشرف في المسلسل هي شخصية أساسية تعود عليها الجمهور وتعطي قيمة وإضافة فنية للعمل بأكمله. كما صرح الفنان حسين أبو حجاج بأن الفنان أحمد مكي بشكل خاص يكون له الكثير من الحب والأدب والتقدير. أما عن آخر أعمال الفنان حسين أبو حجاج، هو مسلسل كبير أوي الجزء السادس، بينما شارك في أعمال سينمائية كبيرة ومتعددة أبرزها صعيدي في الجامعة الأمريكية وفيلم غبي منه وفي وغيرها من الأعمال الفنية. حسين أبو حجاج لن يعود للتمثيل بعد اعتزاله. لعبت ضخامة الشكل دورا في تغيير مسار حياة الفنان المصري حسين أبو حجاج، فقد أصيب الرجل بما يعرف بمرض العملاقة منذ صغره بسبب خلل في الغدة النخامية المسؤولة عن النمو، مما أدى لاستمراره في التضخيم حتى وصل إلى الحجم الحالي الذي لافت نظر الأوساط الفنية. ويؤكد عم حسين في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن شائعة وفاته غير صحيحة، موضحا أنه يعاني فقط من مشكلة صحية اضطرت إلى تغيير مفصل في جسمه، وأوضحت أنه رفض هذا الأمر وفضل أن يقوم بالعلاج الطبيعي وبعض الحالات غير الجراحية. ومن حسن الحظ أنه بدأ في التحسن، وأكد أنه اعتذر في العام الحالي عن المشاركة في كل من الأدوار التي عرضت عليه بسبب حالته الصحية. ومنذ صغره كان الناس يشبهون عم حسين ببطل المسلسل الأمريكي رجل الأخضر ويطالبونه بالمشاركة في الأعمال الفنية، لكنه لم يكن يهتم بما يقوله الناس، حتى جاءت الصدفة عندما كان في ورشته التي بدأ العمل فيها عام 1986 وكانت تقوى أمام قصر الثقافة، وحينها شاهده المخرج عصام الفولي الذي كان يعد لإخراج فوزي رمضان للقناة السابعة المصرية ومعه فنانة تدعى عنبر، فوافق وقبل المشاركة لتبدأ حياته الفنية بعد ذلك. أوضح أن الفنان هاني رمزي ساعده في الدخول لعالم الفن بحكم كونهما من مدينة بني مزار، يقدم سلسلة من الأدوار الفنية أهمها صعيدي في الجامعة الأمريكية والناظرة وغبي منه فيه. وأشار إلى أن أول فيلم شارك فيه كان صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي كان يقوم فيه بدور لؤي، حيث حظي المشهد بإعجاب كبير وكان سببا في شهرته. وعن أهم الأدوار التي يعتز بها، يؤكد عم حسين أن معظم أعماله تركت بصمة لدى الجمهور، لكن دور أشرف في مسلسل كبير أوي من أفضل الأدوار التي حازت على شعبية كبيرة بين الناس. وأشار إلى أنه يركز حاليا على العمل في محله الخاص بإطار السيارات لكونه مصدر رزقه الأساسي والذي يعتز به ولن يتركه مهما حدث. وأضاف أن تجربة المسلسل القصير سعف يونس المؤلف من 10 حلقات فقط مع الممثل محمد أنور صاحب الدم الخفيف والمخرج معتز التوني كانت تجربة جيدة جدا بالنسبة له. وعم حسين من مواليد ديسمبر عام 1954 من مدينة بني مزار، وهو متزوج لديه 4 أبناء. حقيقة وفاة الفنان محمد سلام. حازت العديد من الشخصيات الفنية على حب وإعجاب عدد كبير من الجماهير والمتابعين، ومن أبرز النجوم المصرية التي لاقت اهتماما واسعا عبر وكالات السوشيال ميديا النجم محمد سلام والشهير باسم هاجراسا نظرا لدوره في مسلسل الكبير أوي. ويعتبر من أشهر النجوم الشبابية المصرية الكوميدية، إلا أنه لا يحب الظهور كثيرا في الأضواء ويحاول تجنبها دائما. وسنعرض في هذا الفيديو عن حقيقة وفاة الفنان محمد سلام. محمد سلام هو فنان وممثل مصري من مواليد مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية العربية. ولد محمد سلام بتاريخ 15 من شهر ديسمبر العام 1983، ويبلغ من العمر حاليا ما يقرب 39 عاما. تخرج محمد سلام من جامعة عين شمس في تخصص التجارة، إلا أنه لم يعمل بشهادة الأكاديمية بل اتجه لمجال الفن المسرحي، وقام بالمشاركة في عدد من المسرحيات. وأول دور له في السينما المصرية كان في فيلم الرهينة من بطولة الفنان أحمد عزة. وانتشرت بعض الأخبار التي تؤكد من وفاة الفنان محمد سلام، وانتشر الخبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
لتتصدر عناوين الترند، مع وجود حالة من الصدمة والحزن بين صفوف المتابعين والجماهير المحبة له، ليتبين بعد ذلك أن تلك الأخبار ما هي إلا إشاعات كاذبة لا أساس لها من الصحة، وإنما توفي في مسلسل الكوميدي الكبير أوي في الجزء السادس الرمضاني لهذا العام، والذي يجسد من خلاله شخصية هجرس، والذي حقق له شهرة كبيرة بين الناس. ويحرص الفنان المصري محمد سلام على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء ووكالات الأعلام الفنية، رغبة منه على الاستمتاع بالحياة وتحقيق جو من الخصوصية الأسرية، إلا أنه انتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل زفاف الفنان على فتاة من خارج الوسط الفنية التي أبهرت الكثير بجمالها وعفويتها. وكانت البدايات الأولى للنجم المصري المتألق محمد سلام من على خشبة المسرح، والذي يعتبر أصل الفنانين والنجوم المصريين في الغالب، وقام بالمشاركة في دور صغير في فيلم الرهينة، ومن ثم شارك الفنان أحمد مكي في فيلم لا تراجع ولا استسلام، بالإضافة إلى فيلم حزل أمومة وعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة التي جمعت الثنائي معنا. ومن أبرز الأدوار التي شارك بها شهرة في الشارع المصري دور هجرس أحد حراس الكبير في مسلسل المصري الكبير أوي. الحلقة التاسعة مسلسل الكبير أوي الجزء السادس وفاة هجرس. عرضت اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، حيث ما زال الكبير وعائلته أهل المزاريطة داخل لعبة الصبيطة. يدخل هجرس في منافسة مع جوني ابن الكبير، ويعتقد أنه طفل ساذج وأنه على وشك إلحاق به هزيمة كبيرة، ويقنعه أنه سيفوز في الجنة بكل ما يحلم به، لكنه يفاجئ في النهاية بأن جوني ضحك عليه وفهم أصول اللعبة خطأ ليربح جوني الطفل في النهاية، ويتم كهربة هجرس وفقا لأصول اللعبة. فهل سيموت بالفعل النهاية أم بداخل اللعبة فقط؟ هذا ما سنكتشفه في الحلقات القادمة. مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيوم فؤاد وتأليف مصطفى قمر وإخراج أحمد الجند، ويعرض على شبكة قنوات أون. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنان المصري المشهور محمد سلام، وقد خيمت مشاعر الحزن والأسى جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب مرض الفنان حسين أبو الحاج؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي. We'll be right back.